أكد ناشطون ازدياد أعداد الأيتام في المدينة ما شكل صدمة لهم، وما دفعهم أيضا لتسجيل هؤلاء الأيتام لكسب دعم لهم خصوصا أو إعالة خصوصا من فقد المعيل. الزميل سلام خالد والتفاصيل. جيوش بلا سلاح، بل جيوش من الفقراء والمساكين الذين خلفتهم العمليات العسكرية في الفلوجة. آلاف الأيتام والأرامل والمعاقين في مدينة تلقت أنواع القصف والتفجيرات، أرقام مرعبة بحسب آراء نشطاء المجتمع المدني بما يخص أعداد الأيتام. تقوم مؤسسة شمس الحياة لحقوق الإنسان فرع الفلوجة منذ 10 أيام بتسجيل حالات اليتامى اللي موجودة في مدينة الفلوجة وضواحيها. حقيقة فوجئنا بجيش من اليتامى نتيجة العمليات العسكرية ونتيجة الحروب وخاصة المعركة الأخيرة لمدينة الفلوجة. هي هذه المؤسسة المستفيد من عندها الأيتام والمعاقين والمطلقات، ويعني هاي الشريحة التعبانة وخصوصا يعني بمدينة الفلوجة، لأن هي يعني تدرون الفلوجة يعني مصائب كثيرة صارت عليها. أستاذ، وهسه احنا وياي الأخوات بدنا ناخذ معاملات للأيتام، نسجل الأيتام ومواليدهم وأعمارهم وشغلات كاملة، يعني شهادة وفاة الأب، ونخليها بسجلات. كم هائل من الأيتام بصراحة بالفلوجة ما تتوقعونه ولا أنا توقعته بصراحة، يعني فلوجة عامرية صقراوية قرمة، يعني آلاف مؤلفة تقريبا يومية بالألف يتي. مؤسسة شمس الحياة لحقوق الإنسان بدأت بتسجيل الأيتام في الفلوجة من أجل كفالتهم عبر رواتب شهرية تسد شيئاً من احتياجاتهم. مؤسسة شمس الحياة لحقوق الإنسان تعني الدفاع عن حقوق الإنسان بالدرجة الأولى. من ضمن نظامنا الداخلي هو الإغاثة وعانة الأرامل والأيتام والفقراء والنازحين والمرضى. هدفنا الأساسي هو عمل إنساني غير مسيرين لأي حزب أو أي جهة حكومية، فقط عملنا إنساني وخدمة إنسانية لصالح العام. على الرغم من الإهمال الحكومي والتقصير في رعاية الأيتام، إلا أن جهود الخيرين والمحسنين ومبادرات المنظمات المدنية كانت كبصيص أمل للأيتام وذويهم.